وكان التمرين 16. انا قالوا في استعمال حمض البنزويت. المهم اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويت مع الماء. دونك معادلة التفاعل هي C6H5CO2H زائد H2O كتعطينا C6H5CO2- بلس H3O بلس. دونك معادلة التفاعل ثانيا انشئ جدول الوصفي كنعرفو ليه اوجد التعبير. دونك ثلاثة عندنا سيغما اكيليبر هي لامدا ديال سي 6 اش 5 سي او 2 موان في التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او 2 موان زائد لامدا ديال اش 3 او بليس في التركيز ديال اش 3 او بليس عند التوازن. دونك هادو هادو التراكيز كيتساواو من خلال الجدول الوصفي. التركيز ديال اش طوا او بليس كيساوي التركيز دونك التركيز كيساوي التركيز ديال سي 6 اش 5 سي او 2 موان دونك وهذا كيساوي هي اكس اكيليبر على في. دونك كتولي سيغما اكيليبر هي اكس اكيليبر على في عامل لامدا سي سي 6 اش 5 سي او 2 موان زائد لامدا اش 3 او بليس. دونك اكس اكيليبر تساوي سيغما اكيليبر فور في لامدا سي 6 اش 5 سي او 2 موان بليس لامدا اش 3 او بليس. هنا وحسبها. دونك هنا الحساب سيغما عطاوني هي 2.03 فجراس ناقص جوج الحجم عطاوني 200 خصني نحولها للمتر مكعب نضرب فجراس ناقص 6 على 35 فجراس ناقص 3 زائد 3.23 فجراس ناقص 3 تخرج أمور. سؤال 4 أوجد نسبة التقدم طو هي إكس إكيليبر على إكس ماكس بما أن الماء وفير إذا إكس ماكس هي سي في في. نعوض طو هي اكس اكيليبر اللي هي سيغما اكيليبر في في على لامدا ديال سي 6 اش 5 سي او 2 موان زائد لامدا اش 3 بليس سي في في. دونك هي سيغما اكيليبر على سي عامل لامدا سي 6 اش 5 سي او 2 موان هذا راه بغيت تحسبو به هذا يكون مول متر متر يعني غادي نعوض غنعوض مثلا عندي سيغما هي قلنا 2.03 10 ناقص 2 على التركيز هو 15 ناقص 3 في 10 أس 3 عامل لي 3.23 في 10 أس ناقص 3 زائد 35 في 10 أس ناقص 3 أربعة. دونك غادي نلقاو الطو أصغر من واحد تفاعل محدود. أربعة بين أن ك كنعرفو ك كتساوي كي إر عند التوازن ك. دونك ك هي تركيز ديال النواتج ديال سي 6 أش 5 سي أو 2 موان تركيز ديال أش 3 أو بليس التركيز ديال سي 6 أش 5 سي أو 2 موان سي أو 2 أش. حنا عرفنا بلي هاد التراكيز كيتساواو ك كيساوي اكس اكيليبر على في وغادي نلقاو بلي سي 6 اش 5 سي او 2 اش كيساوي التركيز البدئي ناقص اكس اكيليبر على في. واحد المقامات تولي هي سي في في ناقص اكس اكيليبر على في. دونك ك كتساوي هي اكس اكيليبر على في الكل او كاري على سي في في ناقص اكس اكيليبر على في تساوي اكس اكيليبر او كاري على في عامل سي في ناقص اكس اكيليبر.
الثاني ديال التمرين قال لك ناقص بي اش الحمض المحلول الحمض الايثانويد التركيز ديالو كور طون بي اش طوبرين عشرات ناقص بي اش بريم على سي بريم دونك تحقق ان ثابت التوازن دونك ستة ان ثابت التوازن ك التركيز ديال سي اش 3 سي او 2 موان التركيز ديال اش 3 او بليس ك التركيز ديال سي اش 3 سي او 2 اش دونك هادو متساويين عندنا هي سي اش 3 سي او 2 موان تساوي التركيز ديال اش 3 او بليس تبقى هي 10 ناقص بي اش ولا توصي دونك التركيز ديال سي اش 3 سي او 2 اش تساوي سي ناقص بي اش قوة نعوضو ك بريم هي 10 ناقص 2 بي اش على سي في 10 ناقص بي اش دونك 7 ما هو تأثير خصنا نعرفو كلما ك هي طو كاري سي على واحد ناقص طو على قد ما طو كانت كبيرة راه ك حتى هي كتكون كبيرة كتكون قد ما طو كانت صغيرة انهم هذه الكبرات هذه كتكبر ك انهم يتناسبان اضطرادا طول التأثير